تحت رعاية سعادة اللواء حسن عيسى الصميم المنسق العام للمحافظات، نظمت مدرسة الدفاع المدني بالتعاون مع المنسقية العامة للمحافظات حفلة تخريج دورة السلامة والإخلاء لعدد من منتسبي المحافظات والإدارات بوزارة الداخلية. وفي بداية الحفل ألقى أمير مدرسة الدفاع المدني كلمة أشار فيها إلى تلقي المشاركين في الدورة وعلى مدار أسبوعين لعدد من الموضوعات النظرية والمتخصصة في التطبيقات العملية في مفهومي السلامة والإخلاء، ليكونوا قادرين على حمل هذه الرسالة والعمل جنبا إلى جنب مع إخوانهم في الدفاع المدني للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم. وأشار بأن البرنامج التدريبي قد نفذ من خلال إعطاء محاضرات عديدة ومتنوعة من قبل محاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من الدفاع المدني وعدة جهات أخرى تمثلت في قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل وخبير السلامة في المركز الوطني للكوارث ومحاضرين متخصصين من شركة البحرين الوطنية بنغاز وهيئة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى الضباط المحاضرين من الإدارات المتخصصة بالإدارة العامة للدفاع المدني.